الترحاب بحضراتكم، ويمكن حديث النهارده مع ضيف النهارده مع احد الاتحادات النشطه جدا، اتحاد من الاتحادات اللي يمكن عمل انجازات افريقيه عربيه دوليه. احنا مش بنشيد بكلام ممكن يكون فيه مجاملات للاتحاد والقائمين عليه، بل بالعكس الكلام ده موثق بان انت يكون عندك بطولات عالميه مصر بتستضيفها، بطولات عربيه بتطلب اللي انت تنظمها، بطولات افريقيه على ارضك، كمان تطوير مستوى اللاعبين المصريين في هذه اللعبه اللي يمكن كان بحد كبير جدا ما بنسمعش عن اسماء كثيره، ولكن اصبح عندك ليها ابطال جماعه عموميه يمكن زادت الضعف. كلام كتير جدا هنتكلمه النهارده مع ضيفي الكريم اللي بشرف دايما موجود معايا، لقاءنا بقى لنا كتير ما التقيناش، بس اكيد صله متواصله مع سياده العميد حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرمايه. اهلا بحضرتك يا فندم وسعداء بوجودك معانا. اهلا وسهلا بيك وبالساده المشاهدين وبالكلام الجميل ده، طبعا يعني احنا بنشكرك عليه طبعا. لا ده حقكم بالتاكيد، ولسه كمان هنستصرك الكثير جدا ونتعرض للكثير من التنظيمات الخاصه بالاتحاد، لكن خلينا نطلع لتقرير الاول عن الاتحاد المصري للرمايه ونرجع مره ثانيه. شهدت الرماية المصرية تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة على المستويين الفني والإداري بفضل تخطيط جيد لمجالس إدارة الاتحاد المتعاقبة، وبات لنا شكلا مميزا في كافة البطولات القارية والدولية أيضا. فنيا تطور مستوى لاعبين بشكل رائع مؤخرا، وباتت المنافسة على حصد الألقاب والبطولات أمر طبيعي ومنطقي، وهو ما ظهر بقوة خلال مشاركة منتخبنا خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بالبرازيل، بعد أن نجح كل من أحمد قمر وعاطف الهدود في حظ المركز الخامس، وهو إنجاز بكل المقاييس، بالإضافة إلى برونزية عزم محلبة في بطولة كأس العالم في مارس الماضي بقبرص. كما توج منتخبنا أيضا ب 45 ميدالية بواقع 22 ذهبية و15 فضية وثمان برونزيات في البطولة الأفريقية الأخيرة المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي بالجزائر. كما تأهل منتخبنا للمشاركة في أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في العام المقبل بأحد عشر لاعبا ولاعبة يحملون معهم الآمال والطموحات بتحقيق إنجاز جديد يضاف لسجل نجاحات الرماية المصرية في المحافل الدولية. وعلى المستوى الإداري فقد نجح الاتحاد الحالي برئاسة حازم حسني في استضافة العديد من البطولات على المستويين القاري والعربي، وهو ما يعود بالنفع على ميزانية الاتحاد وأيضا مستوى انتشار اللعبة والترويج لها. كما تستعد مصر حاليا لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للأطباق الحفرة والإسكيت خلال الفترة من 22 من فبراير الجاري وحتى 5 من مارس، ويشارك في البطولة أكثر من 30 دولة يمثلها عدد يتخطى 250 رامي ورامية من نجوم اللعبة العالميين، وكانت آخر بطولة استضافتها مصر قبل 11 عاما وبالتحديد في عام 2009. إنجازات وطموحات ترافقها التحديات تنتظر لاعبين في بطولة العالم بالقاهرة، وأحلام بالصعود لمنصة التتويج في أولمبياد طوكيو، فهل يتحقق الحلم؟ بصراحة تقرير أكتر من رائع، والكلام وإحنا ما بين التقرير وقبل الهوا كمان إنجازات كتيرة جدا في الفترة اللي فاتت تحديدا في التنظيم والبطولات، وكمان استخدام مديرين فنيين من أفضل الدول في هذه اللعبه هو ايطاليا، ويمكن لاول مره كان بيجي على يد العميد حازم حسني طبعا رئيس الاتحاد، حاجات كتير جدا. لكن في البدايه كان معتاد كده، حابب ادي نوع من انطباع للساده المشاهدين عن اللعبه نفسها، لعبه الرمايه. كثير من اولياء الامور محتاج يتعرف على لعبه الرمايه بشكل اوضح، منافساتها مختلفه، كيفيه الممارسه، لان انا عندي ابن بفكر انا اوديه. قول لي دلوقتي اصبح الموضوع سهل ولا لسه في صعوبه زي ما كان الاول؟ وطبعا احنا الرمايه فيها ثلاث اقسام. القسم الاول الخرطوش، ثم البندقيه والمسدس. الحاجه البسيطه اللي كل الناس تحب تمارسها كرياضه رمايه هي رمايه ضغط الهواء اللي هي بالمعروفه بالرش. وده طبعا بتبقى متواجده في الانديه التي تمتلك ميادين رمايه. اتحاد مصر رمايه افتتح منذ 3 أشهر مدرسه رمايه تابعه للاتحاد المصري رمايه تحت اشراف اللجنه الاولمبيه المصريه ووزاره الشباب والرياضه. وطبعا دي بنقدر في منها نطلع اجيال كثيره، عندنا منهم ابطال من سن 10 سنين
وتتوالى منهم الاجيال اللي احنا ان شاء الله متوقعين ان هم يكونوا ابطال على مستوى العالم. كان الناس عندها نوع من انواع التخوف، لعبه زي الرمايه مكلفه سواء من الاسلحه او من الذخيره المستخدمه، هل دلوقتي اصبح في نوعيه الضغط المسدس الضغط سهل الامور شويه ان يبقى لا في فرصه ان يبقى عندنا قاعده كبيره من ممارسين لعبه الرمايه؟ طبعا ممارسه رياضه الرمايه بضغط الهواء سواء في المسدس او البندقيه بتسمح لجميع المستويات ان هي تمارسها، لانها ليست مكلفه ولكن هي لعبه رخيصه. ونقدر نقول ان معظم الانديه اللي بتمارس هذه اللعبه تمتلك من الاسلحه والميادين ما يساعدها انها تخلق جيل جديد، تنشئ مدارس صيفيه او مدارس على مدار العام. يمكن احنا الاتحاد اصريت على هذه الفكره وكان لقت اقبال كبير، ويمكن عملنا فيها عدد كبير من المشاركين شجعت على انتشار اللعبه، بالاضافه الى وجود هذه اللعبه في انديه ضغط الهواء اللي هي تساوي 17 نادي. 17 نادي بالظبط كده. مبدئيا كده سؤال فرعي وارجع تاني، انت كنت داخل الجامعه العموميه بكام نادي؟ كنت داخل الجامعه العموميه ب 11 نادي. دلوقتي ان شاء الله 23. 23 عملت ايه عشان يبقى 23؟ عملنا مجهود ان احنا نخلي الناس تحب اللعبه. وفرنا حاجات زي الرش. الرش ده كان بيبقى متواجد غالي جدا. احنا بنستورد الرش وبنبيعه لاعضاء الجمعيه العموميه بسعر التكلفه وليس هدف الربح. صحيح. وبالتالي بدات اولياء الامور تتهاتف وتتكاتف على المشاركه في هذه اللعبه، وبالتالي بدات اللعبه تكون رخيصه. لكن لو احنا خليناها موجوده في اسعار اللي هي غير متناول الجميع طبعا كان عدد المشاركين هيقل. النهارده احنا بنتكلم على مشاركه ضغط الهواء كانت بتصل من 150-180 رمي ورميه. النهارده المسابقه فيها 450 رمي ورميه. 450 رمي ورميه. ده الفكر خارج الصندوق، يعني عشان اقدر انا اعمل جذب، مش بس هقدر يعني خلاص انا مش عارف اعمل ايه، انا اللعبه موجوده هقدر اوفر اللي اوفره من امكانيات جايه من ميزانيه الاتحاد، احط مثلا اعمل ملعب او حاجه واشوف اي من الانديه تخش. لكن انا افكر كمان في الادوات بتاعه اللعبه، وما بقاش سايب ان اللعيب اللي عايز يخش اللعبه دي فريسه للاسعار اللي ممكن تكون فيها مبالغه شويه عشان يمارس اللعبه دي وتبقى عاطق على الاسره اللي عايزه تدخل ابنها. لا، انا فكرت ان انا استوردت انا وقدرت ابيع بالسعر التكلفه فقط لغير، فده في حد ذاته فكر يعني خارج الصندوق بوجهه نظري، وقدرتوا ان انتوا تنجحوا في انتوا تجذبوا كثير من اولياء الامور. انا دلوقتي ولي امر بشهاده حضرتك وانت بتتحدث عن لعبه الرمايه، وطبعا يعني هي لعبه نبيله جدا ويمكن من الاديان اللي بتحس على لعبه الرمايه. ايه الاستفادات الكثيره اللي ممكن ابني لما يروح يلعب رمايه هلاقيه في اختلاف في شخصيته؟ هل الهدوء؟ هل التفكير؟ هل قول لي ايه المميزات اللي اي لاعب بيتصف بيها بعد ممارسته لرياضة الرماية؟ احنا عندنا الرماية ليها مواصفات معينة. ان الرمي بيتحول من انسان سريع برد فعله بتصرفاته الى رمي هادي جدا او انسان هادي جدا، يكون تفكيره رزين ومتزن. وبالتالي بتحول اي شخصية سواء ليها اختلاف في تصرفاتها الى شخصية متزنة تماما. الجزء الاكبر هو التركيز، بيجعل انه الرامي او الراميه اللي هي بتبتدي من الصغر يمارسوا هذه اللعبه بيجعل عندهم تركيز حتى في الدراسه، لانه بيتطبع بشخصيه الاداء الرياضي اللي هو بينفذه، وخصوصا اذا كان هناك مكافآت ليهم في الفوز. ودي نحن بشجع فيها دايما الناشئين، ودايما احب احضر المسابقات بتاعتهم علشان نشجعهم. وبالتالي اولياء الامور بيروا انه اولادهم حريصين على المشاركه في تدريب هذه اللعبه، وحريصين ان هم دايما يشجعوهم ان هم يشاركوا في المسابقات. وبالتالي احنا خلقنا جيل جديد كان غير موجود ابدا. هو جيل اللي هو من سن 10 سنوات الى 14 سنه. النهارده بقت قاعده كبيره جدا في انديه القوات المسلحه بالكامل، وطبعا بنشكر القوات المسلحه على دعمها الكبير. انديه نادي الصيد، الصعيد ده حاجه كبيره جدا، يعني الصعيد كنز، كان ممنوع تقريبا ان يكون في بنات بتضرب مسابقات. النهارده عندهم بنات بتضرب رمايه، عندهم اولاد كثيرين بيشاركوا في هذه البطوله. اسماعيليه في نادي قناه السويس، عاوز اقول انه النادي النهارده بينافس الانديه الكبيره في الحصول على الميداليات.
لانهم هم فعلا بداوا يهتموا اهتمام شديد في خلال الاربع سنوات الماضيه. انديه كثيره جدا كان موضوع الرمايه ده نوع من الممارسه الرياضيه، ولكن النهارده تحول الى حب لممارسه الرياضه، وبالتالي حب ممارسه الرياضه بيجعل الرامي يبحث عن الميداليه، وده اللي احنا كسبناه في الفتره ديت. بنستمر ان احنا نزودها، وبنستمر ان احنا نبعث فيهم الاداء السليم وحب اللعبه، وبالتالي اللعبه لو تطبق اسلوب حياه للاعب بهذا الشكل، ان هو التفكير الجاي جدا والصافي والتركيز عالي جدا، عشان هي طلقه واحده بتطلع مني فهختار الوقت المناسب اطلعها، فده في حد ذاته لو طبق على الناشئ من صغره هتفرق بالتاكيد طبعا في مراحل عمره المختلفه زي ما حضرتك قلت، يمكن في دراسته في حياته العمليه كمان هيبقى عنده نوع من انواع التركيز العالي جدا والهدوء العالي جدا في ان انا اتخذ قرار، وبالتاكيد كل ما كان في تركيز وفي هدوء في اتخاذ القرار يبقى اغلب الاحيان هو القرار الصائب. دي مميزات لعبه الرمايه. انتشارنا، انت حضرتك تفعلت ويمكن قلت لي بقى عندنا 23 عضو في جمعيه عموميه، ده رقم كبير جدا في لعبه كانت في بداياتها يعني بنتحسس على بعض الانديه زي ما حضرتك قلت، يمكن مشكوره طبعا القوات المسلحه اللي سخرت كل ملاعبها وميادين الرمايه بتاعتها لهذه اللعبه، كانت يعني محدوده في انديه القوات المسلحه ونادي الصيد تحديدا، اصبح هناك في انديه اخرى وميادين اخرى متواجده. كم ميدان دلوقتي تم افتتاحه او تطويره او تواجد داخل الاتحاد عشان يبقى عليه ممارسه غير انديه القوات المسلحه ونادي الصيد؟ انا عاوز اقول بمناسبه الميادين اللي هي موجوده، احنا عندنا لو تحدثنا عن ميدان يعتبر من الميادين الرائعه هو ميدان نادي قارون بالفيوم. ميدان ده ميدان مثالي، مجلس الاداره يتعاقب ويبحث عن المثاليه في بناء هذا الميدان. عندنا ميدان طبعا بتاع القوات المسلحه، عندنا ميدان اللي هو خاص بالاتحاد المصري رماية، ده يعتبر الاحدث على مستوى العالم. عندنا ان شاء الله الميدان اللي موجود في العاصمه الاداريه، ده هيكون طبعا اكبر واحدث ميدان في العالم. تقريبا هي دي الميادين الموجوده في مصر. عندنا طبعا انديه اخرى، انديه غزل كفر الدوار، المحله، الانديه دي الميادين الموجوده لديها القائمين عليها حبا في اللعبه بيجعلوها مثل جنة الرياضة عندهم، بيخلوا الميدان في أبهى صوره، وخصوصا عندما يكون لديهم مباراة تحت رعاية وإشراف الاتحاد. لو احنا فكرنا ان الأندية التي ليس لها دخل وتحافظ على الميادين، نقدر نقول ان اللعبة موجودة منتشرة في كل أنحاء مصر. عندنا الصعيد عندهم ثلاث ميادين في الصعيد. الصعيد منطقة نقدر نقول مستحدثة الثلاث ميادين. الثلاث ميادين دول كانوا ميدان واصبحوا ثلاثة بعد كده لما انا بدأت اتدخل واتطور معاهم. والثلاث ميادين بيستضيفوا بطولة اتحاد مصر الرماية. الثلاث ميادين دول فيهم رجال الصعيد الاوفياء، سواء اللي هو نوع من انواع ثقافة الاهلنا في الصعيد ان هو يقتني الاسلحه المرخصه بمعنى اصح، فهو عنده ثقافه السلاح نفسه يتعامل مع السلاح ازاي كمان يعني. بالظبط، ولكن اسلحه ضغط الهواء لا تحتاج ترخيص. لكن يعني اقصد بشكل عام ثقافه الحياه الصعيديه موجود فيها سلاح، فلما تحطها له بشكل مقنن وشكل تدريبي كمان، فلا هتلاقي فيه رواج كبير جدا من المترددين على مشاركه يعني. بالظبط، وده موجود فيه في احد انديه الصعيد، نادي اقدر اقول ان هو مكيف، وده صعب جدا في الصعيد ان هو نادي يكون مكيف، وعدد اماكن نقاط الرمي 34 حاره او نقطه رمي. ده عدد كبير جدا، وده ميدان طبعا تم عمله تحت اشراف اتحاد مصر مايا، ومن النواحي الفنيه اللجنه الاولمبيه طبعا باعتمادها ووزاره الشباب والرياضه. انا عاوز اقول انه الانديه ديت كل ما احنا نكبر فيها طبعا الممارسه، كل ما نقدر نساعدها بنساعدها. لما بنساعدها بنشوف ناس احنا عمرنا ما شفناهم. صحيح، بتطلع جواهر والقالق من بالزبط. تحت كانتش موجوده على الساحه اكيد يعني. احنا بقى نقدر نقول حاجه تانية كمان. اتفضل. على الصعيد الاخر او الجانب الاخر نقدر نقول ان احنا عندنا انديه الخرطوش. انديه الخرطوش عندنا في مصر خمس انديه خرطوش. في منهم نادي اللي هو نادي وادي النطرون. نادي وادي النطرون ده ونادي نقدر نقول عليه هو نادي في الاسم ليس بكبير، لكن في المضمون كبير جدا. الآن كل مسابقة على الأقل
من 1 إلى 2 من نادي وادي النطرون من الساحل الشمالي على بوديوم التتويج حبا في اللعبه. وادي النطرون وفريق اسكندريه. وادي النطرون الساحل الشمالي بخلاف بخلاف نادي صيد اسكندريه. تمام. نادي صيد اسكندريه طبعا نادي عريق طبعا، عنده ابطال عزمي وعبد العزيز وعنده ابطال كثيرين يعني. لكن انا بقول على نادي وادي النطرون ليه؟ لانه كان فكر ان احنا بندرس مين اللي نقدر نجتذبه، فكان فكر الساحل الشمالي. الساحل الشمالي ومرسى مطروح انا بقول واصر وما زلت يعني اقول انه لديهم الخبرات المدفونه بالغريزه. احنا نفس الفكره زي ما قلت في الصعيد هتلاقيها برضو في المناطق دي بالظبط. هم بقى في الساحل، جزء الساحل او مطروح تحديدا كمان عندهم غريزه الرمايه وغريزه الصيد. الصيد صحيح. وبالتالي احنا بنشوف منهم ابطال. بطولات اللي احنا بننظمها في اتحاد مصر رمايه، بطولات العالم في الرمايه على الاطباق المروحيه، لابد ان يكونوا مشاركين. طبعا عندي نادي دلوقتي بيشاهد وعايز اشترك، ايه البدايه اللي تقدر تقول هي سهله وليست مكلفه عشان اقدر اعملها في النادي عندي؟ يعني محتاج صاله، محتاج ايه من اجهزه، وتكلفتها ممكن تكون كام كبدايه عشان اعمل جذب وبعد كده اطور من نفسي؟ اي نادي عاوز يعمل ميدان بيتصل بالاتحاد عشان بيديله المسافات والابعاد القانونيه. تمام. وممكن يبتدي من ضغط الهواء اللي هو ابسط تكلفه. تمام. واحنا بنقدر نساعده في الناحيه الفنيه، وبنقدر نديله دورات تدريبيه سواء للمدربين او للرماه او الحكام اللي يقدروا ينظموا البطوله. ثم بعد كده بيجيب الاجهزه، وهي الاجهزه مش غاليه ابدا. وموضوع السلاح بسيط جدا لانه متوفر ان احنا نجيبه. محتاج صاله مساحتها قد ايه؟ هل ممكن يبقى صاله متنوعه مثلا مع الصالات اللي بنشوفها مثلا هاند بول او كده، وممكن يتشال الاجهزه بعد ما تخلص ولا ايه؟ طبعا احنا ممكن نستخدم صاله متنوعه الرياضات المختلفه، ان هو الميدان ضغط الهواء من سهولته انه ممكن يتم تركيبه وفكه. تمام. وتبقى اهداف فرقيه، ودي ارخص حاجه موجوده حاليا. وبالتالي يقدر نحتاج صاله الطول بتاعها 17 متر والعرض ممكن نوصل لغايه 20 متر. وبالتالي يعمل صاله مغطاه، لازم تكون مغلقه. دي عشان تيارات الهواء. نعم. عشان تيارات الهواء. لا، هي القانون بتاعها بيقول لازم تكون مغلقه. وبعد كده بنركب الاجهزه وبتشتغل الصاله. كده انشا ميدان في مكان ممكن يكون ليس لدرجه رياضه الرمايه على الاقل. كده اكون مشترك في الجمعيه العموميه للاتحاد، ولا محتاج عدد معين من كتى من اللاعبين عشان اقدر اقول لا ده ينضم لينا؟ لا، الجمعيه العموميه ليها اسلوب معين في اللائحه، ان هو لازم يشارك في المسابقات بالرجال والسيدات والناشئين والناشئات. ودي طبعا احنا مش هدفنا نبص على الجمعيه العموميه، احنا هدفنا الانتشار اكتر ما منه. هدفنا الانتشار بالظبط، لانه لو قلنا الجمعيه العموميه كانت 11 نادي النهارده 23. كان الهدف منها ان احنا نزود القاعده. ما يعني في انديه مش موجوده في الجمعيه العموميه بس بتمارس لسه. ما طبعًا. بقاش عندها رجال وسيدات وناشئين. بالظبط كده. في ما حققوش نسبه المشاركه اللي المفروض تحقق طبقا للائحه الاتحاد المصري المائي. الفكر كله ان احنا نقول الهدف ليس الجمعيه العموميه. لو هدف الجمعيه العموميه ما كانش يبقى عدد المشاركين 180 النهارده 450. دي مش هدف جمعيه عموميه، ده هدف انتشار اللعبه. وكون ان احنا نبص ونفكر على تفكير طويل المدى، ان النهارده احنا وصلنا 450 نسبه المشاركه، ونسبه وجود الرماه زاد بحوالي نسبه زياده 28%، معناها ان احنا حققنا هدف كويس جدا. فكره محترم، وانا يعني متحمس جدا يكون في ثقافه مجلس اداره، مش مساله جماعه عموميه وانتخابات وتواجد اكتر من ان يكون عنده انتشار لعبه في ظل لعبه زي ما احنا كنا بنقول في البدايات الكل بيشوفها بامكانياتها ممكن تكون صعبه التواجد في مصر بشكل كبير. لما تعمل القاعده دي بجد يعني انا اتقدم ليكم للاتحاد على الفكر ده بالتهنئه. فكر احترافي، فكر بعيد عن الان اكتر من ان انا افيد اللعبه وانشرها في مصر. خليني اسالك عن المسابقات الحاليه القائمه، ماذا عن المسابقات المحليه؟ عشان عايز انتقل بيك بقى للمدرسه الكبرى، مدرسه تنظيم البطولات العالميه. طيب ناخد الاجابه منك طبعا، نطلع لفاصل واخد الاجابه بعد هذا الفاصل من سياده العميد هازم حسن رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري للرمايه، ونرجع نشوف اجاباته عن المسابقات المحليه. بجد الترحاب بحضراتكم مره تانية، ومستمرين في القناه مع سياده العميد حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرمايه. وكان سؤالنا بيها قبل الهواء على طول، ماذا عن المسابقات المحليه واخر البطولات المقامه لاتحاد الرمايه؟ المسابقات المحليه طبعا كانت مستمره، ويمكن لسه منتهيه يوم السبت الماضي
في نادي الرمايه، النادي الخاص بالقوات المسلحه، وطبعا كان فيها رجال وسيدات وناشئين وناشئات. يمكن كان مجهود كبير جدا من لجنه الحكام اللي موجوده هناك، لانه العدد كان يفوق ال 450 رمي ورميه. ده بالنسبه لضغط الهواء. قبلها كان في مسابقات الخرطوش، وطبعا انتهينا منها. احنا حاليا النشاط يعتبر توقف، عشان احنا في خلال ايام هنبتدي نستضيف بطوله كاس العالم للرمايه اللي هي منذ 2009. بتسبقني انت بخطوات حتى في الحديث، يعني انت بتسبقنا في توقعاتنا للاتحاد الرمايه وانجازاته، وبتسبقني كمان دلوقتي بالحديث عن حاجه كنت حابب اديها تقييمتها الحقيقيه. مصر اصبحت على منصات تتويج تنظيم البطولات، مش في كافه الالعاب. اتحاد الرمايه كمان كان ليه نصيب في هذا التتويج الخاص بنجاحات مصر في تنظيم البطولات المختلفه. عندنا بطوله العالم، يمكن البطوله انا قبل الهوا متخيل ان هي تم اسنادها لينا من بعد المظهر المشرف او اللي يمكن يدعو للفخر كل المصريين الخاص ببطوله كاس العالم من كره اليد، ولكن ادهشني سياده العميد ان هو لا، مسنده للاتحاد المصري للرمايه فيما قبل اسناد البطوله أو مش اسناد البطوله، تنظيم البطوله فعليا على ارض الواقع وابهرنا بيه العالم. فده في حد ذاته في ثقه كبيره جدا من الاتحادات القاريه العربيه الدوليه ان احنا نختير ان احنا نقام عندنا بطوله العالم. طبعا احنا عشان كنا ناخد بطوله العالم في قصه جميله جدا لازم برضو نعرضها للساده المشاهدين. اتفضل. اي دوله في اي لعبه في العالم بتقدم ملف لاستضافه البطوله. الحمد لله احنا كان الملف بتاعنا قوي جدا، احنا استضفنا. الاتحاد الدولي اسند الينا استضافه بطوله كاس العالم هذا العام، وفي عام 23 اسند الينا بطوله العالم. بطوله العالم اكبر من كاس العالم. والحمد لله طبعا يعني عشان احنا لينا ثقل في الناحيه الرياضيه. وفي هو في مجامله يعني، خليني اقولها كده بصراحه، وارد ان حد يطلع كده مشكك ويقول لك اصل بيجاملوا الاتحاد المصري، ولا هي مساله لا في سبق التنظيم جيد، في عندنا ميادين عالميه، ادوات بتستخدم عالميه، اجراءات حاليا في التوقيت الصعب ده هم اكيد شاهدوها احترازيه عاليه جدا، بعيدا بقى عن كل المشككين اللي يقدر يقول لك اصل ممكن يكون في مجامله للاتحاد المصري. المجامله ما تبقاش الاتحاد عن اتحاد، لانه اللي بتقدم الملفات بيدرس من عده جهات. الجهه الاولى البنيه التحتيه. الجهه البند الاخر هو الاداره والتنظيم واستضافه البطوله. هل ليه سابقه؟ هل ليه قوه تنظيميه؟ هل يستطيع استضافه هذه البطولات؟ النقطتين دول اتحققوا عندنا، لانه رئيس الاتحاد الدولي كان عند مصر استضيف البطوله العربيه شهر مارس الماضي، وكنت انا دعيت الرئيس الاتحاد الدولي للحضور. يمكن شفنا صورته في التقرير وهو رافع درع الاتحاد المصري واحنا بنقدمه. بالظبط، وهو كان حضر. فلما حضر لقى الحاجتين اللي هو بيدور عليهم، اللي هو بيدور انه في بنيه تحتيه وميادين، والبند الاخر انه دخل لقى ان البطوله بتنظم كانها بطوله عالم على الرغم ان هي بطوله عربيه. البندين دول هو لما بيشوفهم وبيقدرهم وبيلمسهم بيعرف ان في دوله، وخصوصا انه يجب ان يتوافر الشرط الاخر وهو دعم الدوله للاتحاد الرياضي المعني. كان ده موجود من مهندس هشام حطب، لانه كان اول واحد كلمه اول ما وصل في مطار القاهره كان بيرحب بيه. الجزء الاخر يعني احنا بنعيش عصر منتعش جدا في وجود الدوله المصريه بقيادتها السياسيه، طبعا بقياده السيد عبد الفتاح السيسي اللي عنده اهتمام كبير جدا بالالعاب المختلفه غير كره القدم دلوقتي، وبيحقق لها انجازات ممثله طبعا في وزاره الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، اللي في اي اتحاد، مش بس بتكلم عن اتحاد الرمايه، كل الاتحادات بتلاقي فيه دعم في اي طلب من تنظيمين البطولات بيقدر يستطيع ان هو يسخر كافه الامكانيات. هاري ده متواجد في اتحاد الرمايه ايضا. طبعا احنا التوجهات السياسيه خاصه بدعم الرياضه بوجه عام طبعا بيدي امل وبارقه الامل وقوه كبيره جدا ان احنا نقدر نطلب تنظيم لاستضافه البطولات. وبالتالي لما بيتقدم ملف من الاتحاد الرمايه او من اي اتحاد بيلاقي قوه كبيره جدا لتوافر الشروط الثلاثه، دعم الدوله، وجود البنيه التحتيه، الامكانيه لاستضافه البطولات. الثلاث نقاط دول تحققوا في الاتحاد المصري للرماية بوجود رئيس الاتحاد الدولي. لما حضر البطولة العربية شعر ان مصر دولة وليست اتحاد او دعم فردي. لا، دعم دولة لاتحاد رماية، مش حاجة اجتهادات، حاجة منظمة، حاجة محترفية، حاجة مش محض صدفة. يعني هو لما رأى النظرة ديت ففعلا حس انه مصر قادرة على استضافة البطولات الدولية. اسند 2021
اسند 20 23. طب خلينا كده يعني ادي نفسي نوع من انواع الثقه العاليه قوي والفخر العالي جدا بمصريتنا وان احنا لينا نظره مختلفه جدا في الاتحادات الدوليه بدون ذكر اسماء. كان في كام دوله متقدمه للحصول على هذه البطولات؟ 23 دوله. تاني كده يا فندم؟ 23 دوله. 20 دوله كانت مقدمه ملف تنظيم هذه البطولات واستطاعت مصر اقتناص تنظيم هذه البطولات. 23 دوله فاز منهم 3 هذا العام. مصر ان شاء الله بس اللي هتنظمها والباقي مش هينظموها. مصر بس. مصر بس اللي هتنظمها. كانت في الاسلحه الاخرى محدش تقدم للشراكه؟ اسلحه اخرى بدون ذكر اسماء الدول. اسلحه اخرى والاسلحه الاخرى متنوعه سواء مسدس وبندقيه او بندقيه خرطوش او الاثنين. 3 دول بس اللي هم فازوا. 3 دول اللي فازوا، اسف، 4 دول اللي فازوا. الاربع دول دي مصر هي اللي هتنظم وفي دولتين مش هيقدروا ينظموا لعدم اشتراك او تقدم اي من الدول. لا، اللي مش هيقدروا ينظموا بسبب جائحه كورونا. لانهم احدى الدول التي منتشره فيها كورونا والدول الاخرى تفرض حجر صحي على المسافر اليها قبل الاشتراك 14 يوم. وبالتالي لن يسافر لها احد. يعني المصري قاعد بيشاهدنا عليه ان هو يفتخر بان انت نظره العالم كلها ليك دلوقتي اختلفت. اختلفت في ان هو دلوقتي في مصر رياضه عالميه، ميادين وبنيه تحتيه عالميه، وفي نفس الوقت امن وامان، ودي ما بين قوسين في امم كتيره جدا ممكن تكون متفوقه علميا وعندها من القدرات العاليه جدا ولكن تفتقد لدول امن وامان. لما بيجي هنا ونظمنا لسه حد تاني المثال مره تانيه بكاس العالم كره اليد، لما بتعمله ومبقاش في عندك اصابات وتبتكر فكره الكبسوله اللي اكيد هتطبق عند حضرتك في البطوله القادمه وده هتضطر ليه معاك، دول العالم تبص لك بالاحترام والتخدير ده ويبقى عندها ثقه عاليه جدا في ان هي تيجي بكل سلاسه. قبل كده يقول لك لا اصل انا يعني هكتفي بالبطولات اللي بتقام في القارات الاوروبيه ومش مشكله الرانكينج ده او الترتيب اللي ممكن اخده من البطوله ممكن تقام في افريقيا بشكل عام وممكن تكون مصر كمان من ضمن الدول. دلوقتي لا، لازم نفتخر باللي احنا عندنا. اول ما نقول هنتقدم عندنا ثقه من العالم كله ان هو يقدر يجينا. هو زي ما حضرتك اشرت، احنا ان شاء الله كل عام عندنا هتبقى بطوله كاس عالم. كل عام؟ كل عام. ده وعد باللي انا واخده من الاتحاد الدولي واللي هو فعلا نزل على الاجنده. احنا النهارده هذا الشهر بعد 3 ايام هنبتدي استقبال اول الوفود. اول كاس عالم في مصر منذ عام 2009. العام القادم بطوله كاس عالم مسدس وبندقيه. العام الذي يليه. طب خلينا في اللي جاي نمشي خطوه خطوه عشان يعني جرعات التفاؤل تبقى كده ايه واصله كده كبسوله مركزه. كم دوله؟ كم لاعب؟ احنا النهارده وصلنا الى 33 دوله. تمام. هنوصل الى 350 الى 400 لاعب ولاعيبه واداري. 350 من جنسيات مختلفه متواجدين في مصر. عندنا سياحه هيتم تنشيطها بشكل او باخر، غرف فندقيه، انتقالات، عندنا كمان نوع من انواع الرواج اللي احنا شفناه في كاس العالم لكره اليد. حد المثال ده على طول دايما ان دي الاحداث الكبيره اللي اي دوله هتتفاخر بيها قدام العالم. صوره ممكن تكون لبطل متواجد عندك هنا في مصر مع الحضارات المنتشره في ارض الكنانه تبقى هي ترند موجود في العالم كله. لو كنا دفعنا اموال طائله في الاعلام الخارجي عشان نقولهم الصوره الحضاريه اللي اصبحنا عليها الان كانت ممكن ما تكونش بجدوى كبيره جدا زي ما يبقى عندك بطل هو اللي ينشر الصوره دي بتواجده هنا في مصر ويقول انا في بطوله العالم اللي موجوده في مصر في ظل الحضاره المصريه في ظل الانجاز المصري اللي على ارض الواقع من بنيه تحتيه اصبحت بشكل عالم. وانا عاوز بس اضيف كمان للكلام ده حاجه جميله جدا يعني. اتفضل. انا شايف ان الدوله المصريه الان بتعمل منظومه عمل تطبق على جميع البطولات. دعم كبير جدا من اللجنه الاولمبيه المصريه. مهندس هشام حطب ابعث اليه بخطاب فورا يتم تنفيذه. انا محتاج ناحيه تقديريه، خطابات، دعم من اي جهه. معانا اللجنه الاولمبيه باعضاء مجلس الاداره باللجنه الاولمبيه بالكامل. دكتور اشرف صبحي نفس المفهوم. الموضوع ده انا شايفه ان هو محرجكم كتير قوي على فكره. الموضوع ده هيحرجكم كتير قوي كرؤساء اتحادات مختلفين في اللي انت عندك الفرصه الذهبيه دي، الدوله اللي واقفه دايما وابدا في ظهر اي اتحاد عشان ينظم اي بطوله، وان هو بقى لو انا ما تقدمتش وما قدرتش اجيب ده انا اللي فيها التقصير مش الدوله المصريه يعني. ما هو المنظومه لما بتنجح اها ف
فبتساعد الاتحاد الدولي ان هو يديني بطوله ثانيه. صحيح. النهارده وزاره الصحه كل يوم اجتماع علشان ازاي نامن وصولهم ورجوعهم امنين ان شاء الله. وزاره الداخليه يوميا اجتماعات كيف تامين التحرك، كيفيه تامينهم داخل اماكن الممارسه الرياضه، كيفيه تامينهم داخل الملاعب. المنظومه دي انا عاوز اقول لا بس حاجة، في منظومه كمان لسه هضيفها ليه. اتفضل. المنظومه الاعلاميه، احنا عندنا بث مباشر بقى من عندنا من اون تايم سبورتس لكافه البطولات دي المتواجده على ارض مصر بشكل احترافي عشان العالم كله يشاهد النجاح ده. المنظومه الاعلاميه دي برضو انا عاوز اشكر طبعا قناه على الدعم الخاص لي انا شخصيا يعني مش لحازم يعني، لا دعم خاص للاتحاد المصري للرمايه. احنا في كل الالعاب والله يا فندم. طبعا ده لا انا شايف ان هم في تكاتف كبير جدا وورشه عمل فنيه. النهارده كنت في اجتماع مع الاتحاد الدولي من الاجهزه الفنيه المتواجده في القناه. حاجه مشرفه ان انت تسمع ناس مصريين بيتكلموا باحترافيه مع الاتحاد الدولي في الناحيه الاعلاميه، بيتحدثوا عن كاميرات وكافيه الاداره تصوير. دي حاجه جميله. دي حاجه احنا انا اول مره اشوفها. الحمد لله. اول مره اشوف ان في منظومه متكامله في الدوله من قياده سياسيه الى الناحيه الاعلاميه، مرة طبعا باللجنه الاولمبيه اللي هي الدرع او بيت الرياضه المصريه. صحيح. ثم الى وزاره الشباب والرياضه الداعمه للاتحادات وللرياضه. فرصه ذهبيه والله هذا الوقت. صحيح. يعني فعشان كده احنا انا شخصيا بنتهز هذه الفرصه، اشكر كل اللي ساعدني في هذه البطوله لغايه النهارده. يعني انا شايف انه لما بطلع خطاب من عندي موجه للوزاره، اللجنة الأولمبية بتسألني هتعمل إيه وإيه أسبابه وكيفية نجاحه. في دراسات، في ناس بتفكر، في فكر بيدير منظومة. النجاح ما بيجيش فجأة، النجاح صحيح. بيجي بدراسة. مش نجاح وليد صدفة، إذا ما كانش فيه تعب وجهد فيه مش هيبقى فيه نجاح يظهر بالشكل والفريم الجيد جدا اللي احنا بنشوفه إشادة العالم كله لينا. ده كله بالإضافة إلى المنظومة الطبية. ان احنا عندنا منظومه طبيه الان قويه جدا بتفكر وتدعم الناحيه الرياضيه. انا كشخصيا ما كنتش بشوفها بس النهارده بدات تتواجد. ولما تواجدت التغانم بقى ما بين الوزارات والهيئات المعنيه في تنظيم البطولات دي، واكيد الجمارك كمان عشان الاسلحه اللي هتبقى جايه باللاعبين وحاجات كتيره جدا داخله في هذا الاطار. يعني طبعا بنشكر وزاره الماليه والجمارك لانه هم متواجدين معانا في الاجتماعات التحضيريه للبطوله، لان لينا حاجات متطلبات هي بتتم كل مره بس احنا يجب التاكيد عليها. صحيح. طبعا وزاره الداخليه عامله فوق الطاقه من التامين وتسهيل الاجراءات واصدار التصاريح الخاصه بدخول الاسلحه والذخائر والمعدات. يعني عاوز اقول ايه، المنظومه الجميله دي في سلفونيه موجوده، في تناغم، في تنسيق عالي. هي بتشجعني ان انا اعلن وادعو اتحاد دولي ان في دوله. وحضرتك يعني ايه قبل ما تتكلم كرئيس اتحاد بتتكلم كمواطن مصري، لازم يبقى عندك الثقة الكاملة في ان انا اسم مصر لما هيتقال في تنظيم بطولة هو يعني بطولة ناجحة. ما بقاش دلوقتي هو الاتحاد المصري هو اللي بنظم، لا اصبحت الدولة المصرية كافة متكاتفة بكافة هيئاتها ووزاراتها المعنية عشان نظهر بالصورة الجيدة جدا. واصبح حاليا اي تنظيم لاي بطولة يذكر فيها اسم مصر بلا تفكير بقى عندنا دلوقتي ثقة عالية جدا في ان احنا نحظى بثقة الاتحادات الدولية في تنظيمها. اذا كنا بنتكلم عن الاتحاد الدولي للرماية زي ما حضرتك قلت، ان شاء الله هيكون عندنا بطولة عالمية كل عام، ده في حد ذاته انجاز وثقافة تغيير شامل للعالم كله ورؤيتهم لمصر في تنظيم البطولة. هنطبق نظام الكبسولة داخل هذه البطولة الطبية؟ ان شاء الله هتطبق. والتعليمات عملنا مؤتمر تنسيقي بالامس، وعملنا مؤتمر تنسيقي ثاني اليوم مع اللجنه الطبيه، وبكره ان شاء الله هنبتدي نمر على الفنادق عشان نراجع المعايير الطبيه المطلوبه. انا شايف ان انا بطلب بطوله بقلب جامد، بطلب بطوله وانا واثق ان في ورايا دوله، بطلب بطوله وانا عارف ان في منظومه متكامله بتساعد على انجاح رياضه. دي في حد ذاتها شعور يجعل كل مصري فخور انه مصري. صحيح. ودافع كبير جدا لكل المصريين امام العالم. سيادة العميد يمكن في حاجات كتير جدا عايز اتكلم معاك فيها، ولكن للاسف وقتنا سريعا جري. اتمنى لك التوفيق، واكيد هيكون لنا لقاءات وتغطيات خاصه جدا في تنظيم هذه البطوله، هنبقى شركاء في النجاح واظهار النجاح للعالم كله، مش باسم بس فقط الاتحاد المصري ما بل باسم مصر كلها، لكي نصبح فخورين امام العالم بتنظيمنا اللي بيعود بالنفع اكيد على الدوله المصريه وعلى المصريين. وان شاء الله في المستقبل عندنا فرصه لاستضافه اكبر البطولات، ليه ما يكونش عندنا حلم
لاستضافه اولمبيك جيمز ان شاء الله في ظل الصخب الرياضي الكبير جدا الموجود في مصر. فندم شرفتنا ونورتنا، كنا سعداء بوجودك، ان شاء الله موفقين في هذه البطوله وعلى اسم مصر تنظيميا في وسط دول العالم كلها ان شاء الله. انا ليا بس حاجه بسيطه كنت عاوز اقولها، احنا ان شاء الله بطوله كاس العالم ان شاء الله 22 فبراير، والخبر الثاني الجميل ان احنا عندنا الاتحاد الدولي للرمايه الاطباق المروحيه اسند الى مصر بطوله العالم شهر اكتوبر هذا العام برضه. الحصريات والانجازات لا تعد ولا تحصى في الرياضه المصريه، ده يمكن من الاخبار يمكن اللي هو خاصني بقى في النهايه، يبقى عندك بطوله تسند ليك كده قبل كمان حتى ما انت تنظم البطوله الحاليه لثقتهم الكبيره جدا في مصر، ده مؤشر لينا كمصريين ان احنا نفخر بما لدينا من امكانيات بشريه وايضا بنيه تحتيه ودوله مصريه وقياده سياسيه عندها الثقافه العاليه جدا من احترام الرياضه واعلاء من شان الرياضه والرياضيين في مصر من خلال البنيه التحتيه ودعمها لكافه الاتحادات. اشكرك مره ثانيه واتمنى لك التوفيق وكنت سعيد بوجودك معانا النهارده. شكرا لك جدا. كل الشكر ليا الساده المشاهدين اللي تابعونا في حلقه النهارده، نتمنى نكون نالت اعجابكم، نشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله والى اللقاء.